تعالوا مع بعض نشوف هنعمل صينية كنافة ازاي. الكنافة زي اي كنافة في الدنيا، بس الكنافة المصرية تختلف. احنا المصريين واخدين شهادة بالكنافة، لان دي طبعا الحلو ده بيمثل تراث كبير، وتمثل يعني من زمان جدا الكنافة معروفة ان هي مصرية. الكنافة عبارة عن دي وشوية مية وذرة ملح، وبنعملها وبتلف طبعا على الصينية بتاعت الكنافة او على الصاجة بتاعت الكنافة، وبتتعمل عند الراجل الكنفاني. هتقولي لي اعملها في البيت مش هتبقى حلوة، دي لازم تشتريها. وعشان كده بنشوف في كل حارة في كل شارع في مصر الجميلة الكنافة لما بيجي رمضان بتبقى مالية الشوارع، هي والقطايف وعجينة الجلاب، ده الطبيعي. ولكن خلوني أقول سر خطير جدا في عمل الكنافة، هي السمنة البلدي. عملت سمنة وجبت سمنة نوعيتها كويسة، صينية الكنافة 10/10. نوعية السمنة نص ونص، صينية الكنافة نص ونص. السمنة مش تمام، الكنافة مش تمام، وهكذا. إذا السمنة أو الكنافة تبع للسمنة. حشواتك إيه بقى؟ كريمة، كدابة، قشطة بلدي، مكسرات، وإيه نوع المكسرات اللي أنت حطاها؟ فول سوداني، عين جمل، لوز. وبرضه واحد يقول لك أنا عامل لك كنافة بالمكسرات، حاطط إيه في المكسرات؟ عين جمل ولا فول سوداني؟ هو ده الكلام. كيلو العين الجمل بكام وكيلو الفول السوداني بكام؟ فلازم نعرف المواضيع دي، مهمة جدا. نشوف المفاجأة. المفاجأة الكنافة معايا، وزي ما قال الشيف المغازي سر الكنافة في تسمينها اللي هي السمنة بتاعتها وحشوتها. تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. الكنافة السر في السمنة بتاعتها، لازم نوعية السمنة بتاعت الكنافة لازم تكون سمنة بلدي. والسمنة اللي تعرفيها بلدي لما تكون معانا بالشكل ده كده، جيب لي السمنة بتاعت الكنافة مخرجنا الجميل الله يوفقك. سمنة الكنافة سمنة الكنافة. امتى سمنة الكنافة تتحط على الكنافة؟ ده سؤال لازم نجاوب عليه. لازم تسيحي السمنة على النار، تقدحيها، تقدحي السمنة على النار وتحط عليها شوية مية زهر. تقدحي السمنة على النار وتحط عليها شوية مية زهر. إذا هتعمليها بحشوات كالآتي، سواء مكسرات، سواء مقلبية، سواء قشطة، حط شوية فانيليا على السمنة البلدي. اكتبي بس معايا كده الله يبارك لك، عشان أنا بديكي قواعد تمشي عليها طول الشهر. بعمل صينية كنافة، أقدح السمنة على النار، وانا بقدحها بحط ربع كوب من ميه الزهر او 4 معالق ميه زهر، بتدي شماخه وشخصيه للكنافه، دي رقم واحد. اذا هعملها بمهلبيه او هعملها بمكسرات او بقشطه بحط شويه فانيليا، الفانيليا طعمها حلو قوي مع الالبان سواء مهلبيه او قشطه، واخد الخليط ده كله واقلبه مع الكنافه. بتطلع معايا صينيه كنافه بالشكل اللطيف ده كده، وازينها بقى، ازينها بشويه فستق حلبي مع جوز هند مع كريز احمر زي ما احنا عايزين.